السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي، نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أخواتي في القناة، شكرا على دعمكم، شكرا على تشجيعكم. رغم أن المشاركات في القناة جدا محتشمة، تعاليق شبه منعدمة إلا من بعض الأخوات المقربات جزاهن الله خيرا، يعني كنتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يوفقهم. فأنك تضغط على زر إعجاب أو أنك تكتب واحد التعليق هو ما هو إلا إشارة لأن هذا العمل اللي كيقدم الإنسان راه هو يعني ذو قيمة وأنه ذو فائدة، وبالتالي هذا الأمر كيجعله أنه يعطي أحسن ما عنده وأنه يقدم الافضل. وحنايا في هذا الشيء كلشي بغينا يكون غير فقط صدقه جاريه، يعني نسال الله سبحانه وتعالى الثبات، وان الانسان فقط يعني يدعو لك بظهر الغيب ودعوه ظهر الغيب فمستجابه باذن الله سبحانه وتعالى. فقط هذا هو الغايه ديالنا، وان شاء الله نفيدوا الناس ويعني نكونوا وضعنا واحد البصمه ديال الخير في مسيرتنا الحياتيه. فهذه مجرد مقدمه يعني بالنسبه للمشاركات في القناه. ف كيف ما كتشوفوا في العنوان عندي جوج ديال الاشياء غادي نهضر فيهم في هذا الفيديو. كاينه محاولتي لتعليم الفصاله والخياطه، ثم غنوريكم بعض الاثواب اللي خديت باش في نفس يعني العنوان انني نحاول انني نخيط ملابس لنفسي وانني نتعلم فيهم زعما كاينه، ونحاول انني نسقل هذه الموهبه ديال الفصاله والخياطه. ف بالنسبه للدفتر اللي كتشوفوا هنايا هو الدفتر ديال الدروس، لانني انا يلاه بديت نتعلم وان شاء الله اللهم يستر. اذا هذه فقط رساله بالنسبه للبنات اللي بغاو يتعلموا، يعني غير يتوكلوا على الله ويبداو باشياء اللي هي بسيطه وان شاء الله ربي غادي يوفقهم. اذا حنايا مع الاستاذه ديالنا الله يجازيها بخير، فبدينا بلا جوب اللي هي ضغوط الصايه المستقيمه، ثم درنا هاد الصايه اللي هي ايفازي، ثم الصايه اللي هي سيري لا جوب سيري و لا جوب ايفازي. دونك هادو فقط نماذج لي صغيره، وان شاء الله نتشجع شويه ونحاول اننا نفصل في الاثواب اللي يعني نفصل النماذج اللي هي كبيره. فبالنسبه للاثواب غادي ناخذوا اثواب اللي هي جدا رخيصه. لماذا؟ لاننا في طور يعني التعلم، فما كاينلاش اننا يعني نخسروا ونبدروا ويعني ونغامروا في اثواب اللي هي غاليه. اذا من الافضل اننا ناخذ ثواب اللي هي رخيصه. النصيحه اللي غادي نعطيكم اللي تبغيو تشريو شي ثوب هو او هي انكم يعني تشوفوا الثوب ياك ما كيتلصق، تشوفوه ياك ما كيتمزق، يعني شوفوا الثوب مزيان واش غادي يخدم لكم، وتكون عندكم كذلك فكره على اشنو غادي تفصلوا في هذاك الثوب. علاش؟ باش غير ما تكونوش كتخسروا يعني وتكونوا كتضيعوا فلوسكم غير هكذا. انا مثلا فاش بغيت ناخذ الثوب تصيدت في هذا، يعني كيتمزق كيف ما كتشوفوا معايا، ها انتم راه كيبان لكم. هو فعلا غير 15 درهم للمتر، ولكن كوميم يعني ممكن انك تاخذي به شي حاجه احسن. اذا هذا اولا كيتلصق فيه دوك الشحنات الكهربائيه، يعني كيتلصق نيت زعما ما خدامش نيالون هو ربما، زائد انه كيتمزق وبالتالي فهو ما خدامش ليا نهائيا. بالنسبه لهادو حتى هما راه ب 15 درهم للمتر، ولكن هادو مزيانين واخا هادو طلعوا عليا اكثر من 15 درهم لانه مع ترونسبور ما شريتهمش انا، ما مشيتش غير واحد السيده اللي صيفطتهم ليا. فهذا مزيان حتى هو ب 15 درهم للمتر. هذا حتى هو هذا يعني واحد النوع اللي كيتيره بهذه الجهه هكا، حتى هو ب 15 درهم للمتر. يعني واخا كتسمعوا مثلا 15 درهم للمتر يعني 300 ريال،
كتقول بانه شي ثوب يكون فريا ولا اللي يكون، لا راه فيهم التوب اللي هما زوينين، وكاينين التوب اللي هما يعني كيف ما غادي نسميوهم فريا، ما صالحين حتى حاجه. اذا الانسان يحاول انه يختار، كاين هذا التوب حتى هو، هذا خيط زوين حتى هو، حتى هو ب15 درهم، يعني خاص غير الانسان يعرف شنو غادي يدير فيه، في زعما شنو غادي يفصل راه يخدموا ليه، خصوصا ان الانسان كيف ما قلت لكم غادي يكون في طور التعلم. كاين هذا، هذا عجبتني زواقته فاش شفتو في الصوره، ولكن للاسف حتى هو ما يعني هو ليس سيئا بحال داك الاول اللي وريتكم، ولكن ما يخدمش للبسه، يعني يخدم لشي حاجه اخرى ولكن اللبسه ما يخدمش ليها. ما عرفتش شنو غادي ندير فيه الصراحه، وحتى هو راه ب15 درهم المتر، وهادو كلهم خديت فيهم 2 متر، كلهم فيهم 2 متر. هذا خديته ب5 دراهم النص مترو، يعني 10 دراهم المترو. هذا عباره عن شبكه، بغيتو يعني نغلف بها او نبطن به القب ديال شي جلابه، او لا يعني كنت نخرج شويه في الكمام، او لا كذلك بالنسبه لدوك اللبسات عصريين يقدر ديرو في الجيب هكا، ولا مع الكول، ولا المهم دير به شي وريضات بالنسبه للباس التقليدي، يعني عطى الله ما يدار به. هذا حتى هو خديته ب15 درهم المتر، حتى هو مزيان، تقريبا خيط واقف شويه، هو يعني الوينات باردين بزاف. اذا هذا، هذا حتى هو ب15 درهم المتر، يعني غليظ زوين. اذا دابا كملنا مع التواب ديال 15 درهم، غادي ندوز التواب اللي شويه فايتين 50 درهم، اولا 50 درهم، 50 درهم و55 درهم، 55 درهم لتحت. هذا هو اللي هذا هو اللي قال لي فيه 60 درهم، وخديته ب55 درهم. هو دان هنايا، دان على الوجه ديالو دان، وعلى الظهر داير بحال هكا. هذا خديته ندير فيه شي جوبا، ربما هادشي اللي هادشي هادي هي الفكره ديالي، غندير فيه ان شاء الله شي جوبا، قلت زعما على يعني البرد، ومع هذا اللون تيجي مع كلشي، ف يعني صلح ليا. خديت كذلك هذا، ما عنديش شي توب فيه الكاروات، وقلت نزعم عليه ونزعم على هاد اللوينات هادو، خديته باش ندير فيه جلابه اللي هي قصيره. هذا ب50 درهم المتر، وكاين اخر توب اللي هو هذا، غزال بزاف، هذا ما ثقيل وما خفيف، ما كيتكرش بزاف، وهذا ربما رطب رطب. هذا كيدير يا اما 35 درهم يا اما 40 درهم المتر. هذا زوين بزاف، يعني عجبني. هذا تجي فيه شي كسيوه بحال دوك الكسيوات التركيين هكا هابطين حتى لتحت، تجي فيه رائعه. اذا يعني هادو هما الاثواب اللي يعني خديت. نتمنى ان هذا الفيديو تكون فيه ولو افاده بسيطه لكم، وتكونوا واخدين يعني واحد الفكره على الاثواب. واللي بغات تتعلم الفصل والخياطه فغير تشجع وتقول بسم الله وتحاول في يعني في اثواب اللي هي رخيصه. شكرا لكم مره اخرى، اللهم يسر، الله يوفقكم ويوفقنا لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.